هذا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي النحالين المحترفين والمبتدئين. أقدم لكم هذا الفيديو فيما يخص بدائل حبوب اللقاح الخاصة بالنحل في موسم الشتاء. الآن نحن في 20 ديسمبر 2021، وتلاحظون أن النحل يجمع حبوب اللقاح أو يجمع بدائل اللقاح المتكونة من حوالي عريطل من الفارينة، معناه فارينة غبرة، إضافة إلى حوالي 100 غرام من الكركم، وحوالي كذلك 50 غرام من القرفة، و 50 غرام من الزعتر المطحون، إضافة إلى 50 غرام من لانجبار. والآن تلاحظون أن النحل يقوم بالجمع بقوة وكذلك بكثافة على مستوى هذا الصحن المتواجد به حبوب اللقاح أو بدائل اللقاح، وهو الآن فيما يخص الجمع على هذا الصحن. كذلك أقدم لكم خلطة كذلك أخرى الذي يقبل عليها النحل بقوة، والآن في موسم الشتاء أو في موسم البرد، معناه الآن رانا في موسم تغذية النحل أو تغذية ببدائل حبوب اللقاح. الآن لاحظوا معي كذلك هذه الخلطة المتواجدة هنا، وهي عبارة عن 2 كيلوغرام من السكر المطحون أو السكر الناعم، إضافة إليه حوالي 100 غرام من الكركم وقليل من القرفة، وهذه لكي تنشط الملكة على التبييض، إضافة إلى كذلك 50 غرام من البسباس المطحون و 50 غرام من لانجبار، وهذا تضيف إليه كذلك حوالي نصف رطل أو رطل من العسل العادي، معناتها عسل السكر العادي، عسل المطبخ أو العسل العادي، ثم تقوم بخلطهما جيدا، وتضيف إليهما كذلك كأس صغير معناه حوالي 50 أو 100 مللتر من الحليب، معناه الحليب بالماء، معناتها الحليب يكون ذائب في الماء، وتقوم بالخلط جيدا، ثم بعد ذلك تبقيها ساعة أو ساعتين لكي تنشف أو كي تقوم بالتجفيف، ثم بعدها تقوم بإعطائها للنحل مباشرة. إذا ولاحظ معي كم يقبل عليها النحل من الأكل. إذا وشكرا.